بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم. أخواتي الفاضلات، ألتقيكم اليوم إن شاء الله في هذا النموذج. الحقيقة خيرته بعناية لأنه جاني منوع وفي مستوى الجميع إن شاء الله. أولا أضع لكم ها هو التمرين الأول والثاني كي تستطيعوا أن تأخذوا عنها صورة، فقط صورة عن الشاشة. هذا التمرين الثالث وهذه الوضعية، الوضعية سوف نتحدث عنها لاحقا. ماذا طلب منا في السؤال الأول؟ طلب منا ضع 4 نقاط على استقامية ثم صل بينها بالمسطرة. احنا لما يطلب منا 3 نقاط أو 4 نقاط لازم أبنائي منذ البداية نعملوها بالمسطرة. هذه هي، نعملوها بلون مخالف هكذا. هذه النقطة الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة. لازمنا منذ البداية باه نضمنوا أنها تكون على استقامية واحدة نرسموها بالمسطرة، ثم نصل بينها نرسموها بلون آخر، بلون آخر بهذه الطريقة باه تكون هي بين النقاط، يعني الرسم يكون بلون والنقاط بلون. هنا هذا بسيط. هنا ماذا لدينا أبنائي؟ لما يعطيكم أكمل الشريط العددي، احنا ما نروحش مباشرة هنا عندي 87 نروح أبنائي مباشرة نحط 88، لا، نشوف الرقم اللي بعده هل هو تنقل ونجرب كيف تنقل، هل تنقل بالواحد ولا بالاثنين. هنا عندي 87 في شفهيا برك، نقول 88 89 90، إذن يتنقل بالواحد. أكتب، ماذا أكتب؟ أكتب 88 89 90 91 92 93. لدينا هنا التمرين الثالث فيه عدة أشياء، هذا التمرين الثالث فيه عدة أشياء، لذلك قلت لكم أنه النموذج هذا منوع مليح. أنجز العمليات التالية أخواتي، ونتمنى أيضا أن المعلمين منذ البداية وش يديروا؟ يعلموا الأطفال أنهم يخدموا بالمسودات منذ البداية باه في الحساب ما يخطئوش. احنا لهنا عندنا 33 زائد 7، 33 هذه في رأسي، في رأسي وأضيف 7. لما نبدأ نضيف 7 ما نبدأهاش من 33، لا، نبدأها من 34. هذو هما 7، هذو هما 7. إذن أنا أبدأ بهذه الطريقة، 34 35 36 37 38 39 4 بهذه الطريقة. هنا 17 ناقص 4، 17 في رأسي، وأبدأ أنقص وأبدأ في الإنقاص. هنا لدينا 77 تساوي ماذا؟ زائد 7، هذه بسيطة، التفكيك درسته عدة مرات، إذن تساوي 70، 70 زائد 7 بسيطة. وهنا 83 وش مدلنا؟ تساوي 80، مدلنا كم من 10، وانا نزيد لهنا الأحد والله نزيد الوحدات، إذن زائد 3. هنا ماذا لدينا؟ لدينا ضع أكبر أصغر و أو يساوي. لدينا 15 و9، احنا نقرأ من اليسار دائما، إذن 15 قلنا أنه العلامة دائما دائرة للرقم الكبير، للعدد الكبير، ها هو العدد الكبير. لدينا هنا 78 و87 أخواتي، قلت لكم في فيديو سابق أنه دائما تكون هذه الحالة وين يبدلوا فقط رقمي الأحد والعشرات باه يشوفوا التلاميذ اللي التلميذ اللي يركز والتلميذ اللي ما يركزش. هنا 78 أصغر من 87، إذن أضع العلامة دائرة هكا وأكمل الباقي. هنا أبنائي نكملوا نشوفوا هذه 80 60 زائد 20، عندنا 60 ونزيد لها 10، هذه 60، هذه 70، العشرة الأولى لما نزيدوا العشرة الأولى تولي لنا 70، ولما نزيدوا العشرة الثانية تولي لنا 80، يعني هنا يساوي، أضع علامة المساواة. هنا ماذا لدينا؟ لدينا
عشرة اثنان ثلاثة، وهنا الوحدات ماذا لدينا؟ وحدة اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، إذن ثلاث عشرات ماذا أضع؟ ثلاثون، أكتب هنا ثلاثون زائد ست وحدات زائد ستة. هنا أبنائي ما كتبوش ثلاثة في الجدول، نكتبو ثلاثة، لكن لما تكون عملية مثل هذه نكتبو ثلاثين. إذن ستة وثلاثون. ماذا لدينا هنا؟ الوضعية فيها سؤالين، لكن أنا أعتقد أنه مازالوا التلاميذ على الوضعيات اللي فيهم سؤالين الحقيقة، مازالوا يعني مستوى التلميذ الممتاز يجيب، لكن حتى مثلا التلميذ المتوسط وذاك لا يجيب على وضعية فيها فيها سؤالين. أنا حنجاوبه. في عيد الشجرة غرس رائد 17 شجرة في الصباح وأربع شجيرات في المساء، ما هو عدد الشجيرات التي غرسها رائد؟ احنا عندنا في الصباح رائد كم غرس؟ أبنائي غرس 17. إذن 17 أبنائي غرسناها في الصباح، وزدنا غرسنا في المساء كم؟ يعني زائد 4 تساوي 17 في رأسي، 17 في رأسي 18 19 20 21 تساوي 21. وهنا أكتب الإجابة، لازمني نكتب الإجابة. عدد الشجيرات التي غرسها رائد هو ماذا؟ هو 21، وأكتب شجرة أو شجيرة. العملية الثانية واش قلنا أبنائي؟ قلنا بعد أسبوع، بعد أسبوع ماتت خمس شجيرات ذبلوا، هما كانوا عندنا 21، لما يذبلوا خمس شجيرات يموتوا، يزيدوا ولا ينقصوا؟ ينقصوا، أحسنتم. إذن العملية هي عملية الناقص، نعملوا 21 ناقص كم؟ ناقص 5، 21 في رأسنا ونقصوا الخمسة، إذن كم تساوي؟ كم تساوي؟ 16. جيد، هنا ماذا نكتب؟ بقيت 16 شجيرة، بقيت 16 شجيرة. هنا فقط نضيف بعض الأشياء أخواتي للي وصلوا المئات، اللي وصلوا درس المئات نعملوا لهم مثلا هذا التمرين، مثلا لون البطاقات التي تمثل 100، ونكتبوا لهم عدة بطاقات، وهما مثلا نكتبوا مثلا 50 زائد 50، نرسموها في بطاقة، نديروا مثلا 70 زائد 10 زائد 20، ونديروا بطاقات أخرى مثلا 80 زائد 5 زائد 5. بهنا ما يلون ليش جميع البطاقات، أنا ابني مثلا أكدت عليهم هذا الدرس أنه راح يكون درس المئات، هذا اللي وصلوا، اللي ما وصلوش ما يطرقوش ليه أصلا. إذا تمنياتي لجميع أبنائي غدا بحول الله التوفيق والسداد إن شاء الله، وهذه في النهاية مجرد امتحانات تقويم لمعلومات الطفل. إذا أخواتي نلتقي بحول الله.